خطة ميقاتي مضيعة للوقت. بهذه الكلمات وصف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خطة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بشأن حل مشكلة اللاجئين السوريين. وطالب جعجع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتحمل حكومته مسؤولياتها في معالجة ملف اللاجئين السوريين، مشددا على أن لبنان وفقا للقانون الدولي ليس بلد لجوء، وأن تطبيق القوانين على أرضه هو قرار سيادي. هذا وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي أكد أن الحكومة تعمل على معالجة أزمة اللجوء السوري، مبينا أن الحل هو اعتبار معظم المناطق في سوريا آمنة حتى يتم ترحيل وإعادة اللاجئين إليها. وعقب زيارته للبطريرك الماروني بشار الراعي، أضاف ميقاتي أن الحل يبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية وبتشكيل حكومة. ومن بيروت ينضم إلينا موفدنا عماد الأطرش. عماد، إذن طالما كان ملف اللاجئين السوريين ملفا طارئا وحساسا داخل لبنان، لكنه عاد إلى الواجهة في تطورات الأيام الأخيرة مع مقتل باسكال سليمان، بالتالي ماذا في المتابعة، ماذا في تداعيات أيضا هذه الرسائل المتبادلة، وخاصة انتقاد جعجع لما يطرحه أو خطة ميقاتي؟ نعم إيمان، كما تعلمين في 30 من أبريل تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل في مقر البرلمان الأوروبي فيها مؤتمرا كبيرا، المؤتمر الثامن للنظر ولدعم مستقبل سوريا والدول الجوار التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين. لبنان يستضيف العدد الأكبر من هؤلاء اللاجئين بطبيعة الحال، أيضا تركيا، إذن أعداد كبيرة، وممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي، مؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني السوري والدول دول الجوار لسوريا، سيتبحثون بشأن وجود اللاجئين والأزمة السورية. بالتالي ميقاتي، الرئيس ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال، يسعى إلى عرض خطته أو خطة حكومته على هذا المؤتمر عندما يسافر في نهاية أبريل إلى بروكسل. هو كان التقى صباحا البطريرك الماروني، أطلعه على مآلات التحقيق بشأن مقتل المسؤول في حزب القوات اللبنانية، وعرض عليه أيضا الخطوط العريضة لخطته بشأن حل مسألة اللاجئين السوريين. بعد ذلك سرعان ما أصدر رئيس حزب القوات اللبنانية بيانا قال فيه كما ذكرت بأن هذه الخطة هي مضيعة للوقت، لا حاجة للتواصل مع المنظمات الأمم المتحدة التي تعنى بشؤون اللاجئين أو منظمات أخرى، لأن هذه المسألة هي مسألة سيادية، قرار سيادي يتعلق بلبنان، يكفي تنفيذ تعاميم وزارة الداخلية وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي التي تتعلق بتنظيم وجود اللاجئين السوريين. حتى أن إيمان، هنا من المفيد التذكير بأن أدبيات الحكومة اللبنانية، السلطات اللبنانية، عندما يتعلق الأمر بوجود اللاجئين السوريين إنما تسميهم بالنازحين السوريين. تعلمين بأن التعريف الدولي، حتى تعريف الأمم المتحدة بشأن النازحين، النزوح، هو حركة المواطنين داخل الدولة الواحدة، داخل البلد الواحد. الوجود اللاجئين السوريين في حال سميوا بأدبيات الحكومة اللبنانية باللاجئين، فإن ذلك يلقي على عاتق الحكومة اللبنانية تبعات وواجبات أكبر بحسب القانون الدولي. إذن انتقاد واضح وصريح من قبل رئيس حزب القوات اللبنانية. ويوم الاثنين سيقوم وفد من حزب القوات بزيارة وزير الداخلية بسام المولوي من أجل طلب منه تحديدا تفعيل التعميم الذي هو شخصيا أصدرها بشأن وجود اللاجئين السوريين في لبنان. شكرا جزيلا لك عماد الأطرش، إذن موفدنا من بيروت.